أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء اليوم مشمسة معظم الوقت مع رياح شمالية غربية سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أجواء معتدلة لطيفة خاصة في الفترات المسائية، وراح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا، راح تكون ملحوظة أكثر خلال الساعات الأولى من صباح يوم الغد. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع رياح شمالية غربية سرعتها 11 كيلو متر في الساعة. درجة الحرارة 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 35%. أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة الماضية تبين لنا أن الأجواء صافية بوجه عام على دولة الكويت وكذلك على أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية. حاليا نقع تحت تأثير مرتفع جوي قادم من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، راح نلاحظ أيضا تكاثر بعض السحب تدريجيا على دولة الكويت ابتداء من مساء اليوم، وفرص لبعض الأمطار المتفرقة إن شاء الله متوقعة في يوم الغد. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نلاحظ تكون بعض السحب على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة حول المعدل ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية على المناطق الغربية، 17 درجة مئوية ما بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، 20 على الساحل، 16 إلى 17 جنوب البلاد، و16 كذلك في العبدلي. مع دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد تستمر رياح شمالية غربية خفيفة السرعة، فرص لبعض الأمطار خاصة على الأجزاء الشمالية من دولة الكويت، ونلاحظ أيضا على الحدود الغربية من البلاد فرص الأمطار راح تكون واردة من حين إلى آخر، ودرجات الحرارة تميل إلى البرودة، متوقع تصل إلى 17 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، 19 إلى 20 على الساحل، 15 إلى 16 جنوب البلاد. أما غربا في الشقاية والسالمي تصل إلى 16، وفي العبدلي راح تصل إلى 15 درجة مئوية. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون لطيفة غائمة جزئيا، فرص لبعض الأمطار، تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية شرقية من حين إلى آخر خفيفة السرعة، تصل سرعتها إلى 28 كيلو متر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقع في ظهر يوم الغد راح تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. مساء يوم الغد أيضا راح تكون أجواء معتدلة مع استمرار في الرياح الشمالية الغربية وفرص لبعض الأمطار من حين إلى آخر على أغلب المناطق، راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها في النشرات القادمة، ودرجات الحرارة ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج إلى 4 أقدام. المد الأول الساعة 8:46 دقيقة الصبح، المد الثاني الساعة 9:10 مساء، الجزر الأول الساعة 2:50 دقيقة في منتصف الليل، أما الجزر الثاني الساعة 2:55 دقيقة مساء. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 5، أما شروق الشمس الساعة 6:24 دقيقة، موعد أذان المغرب راح يكون الساعة 4:49 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة، باكر راح تكون هناك فرص لبعض الأمطار، أجواء غائمة جزئيا مع رياح شمالية غربية أغلب الوقت تصل سرعتها إلى 32 كيلو متر في الساعة، العظمى المتوقع 20 درجة مئوية، أما الصغرى 12 درجة مئوية. يوم الجمعة والسبت راح تكون أجواء مشمسة معظم الوقت مع فرص لبعض الغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية المتوقع أن تصل سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة، العظمى ما بين 21 إلى 22، أما الصغرى ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية. تتراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية في يوم الأحد والأثنين إلى 35 كيلو متر في الساعة، أجواء راح تكون مشمسة وزمة صافية، العظمى 22 والصغرى ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين تنتهي جولتنا الجوية لهذا اليوم، ونعود إلى الاستديو والزملاء فاطمة الخباز وصالح الشمالي، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.